وللحديث أكثر عن التقرير الدوري عن الحالة السياسية في العراق الذي أصدره القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مقرر القسم السياسي في الهيئة الدكتور ثامر العلواني. أهلا ومرحبا بك دكتور. حياكم الله أخي الكريم ومشاهدي قناة الرافدين المكان. حياكم الله. أصدرتم في القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين تقريرا دوريا عن الحالة السياسية في العراق، بدأتموه بالحديث عن الانتخابات. بداية، هل ترون أن الاستحقاق الانتخابي المنتظر بعد أيام يمكن أن يحدث تغييرا ما في العراق؟ بلا شك أن الانتخابات القادمة في العراق هي لن تقدم شيء للعراقيين، وإنما هي ستكون جالبة ومدورة لوجوه نفسها. عملية تدوير تجري منذ 2005 إلى يومنا هذا عن طريق. فقدنا الاتصال بالدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين على أمل إعادة الاتصال به. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. عاد للانضمام إلينا عبر الهاتف من عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني. أهلا ومرحبا بك من جديد دكتور. حياكم الله في الكلمة. دكتور، كنت قد سألتك عن التقرير الدوري الذي أصدرتموه وبدأتموه بالكلام عن الانتخابات، هل تعتقدون أن الاستحقاق الانتخابي الذي ينتظره العراق بعد أيام سيحدث أي تغيير على أرض الواقع؟ بلا شك في تقديراتنا وتوقعات الهيئة وعبر المعطيات التي تمتلكها، وليست فقط تحليلات وإنها معطيات وشواهد على الأرض، أن الانتخابات القادمة لن تأتي بجديد، وإنما ستكون عملية تدوير للفاسدين، وهي أشد من تدوير القضايا أو النفايات، لأن النفايات أو القضايا التي يمكن تديرها في المصانع يمكن تدخل في مراحل تطوير، في مراحل تطهير، في مراحل إعادة، ولكن للأسف ما يجري في العراق من عملية سياسية من انتخابات متكررة هي دائما تكون لتدوير الفاسدين بشوائبهم، بمشاكلهم، بفسادهم المستمر وبجرائمهم، فلا يمكن أن يأتي بجديد الانتخابات القادمة. ولذلك هناك عزوف كبير من الشارع العراقي لهذه الانتخابات التي وصل العراق إلى ما كانت تثقف له الهيئة منذ سنين طويلة، وكانت تقول بأن الانتخابات والعملية السياسية لا يمكن أن تأتي بشيء جديد، وإنما سترسخ وستزيد من مأساة العراقيين وتدمير العراق، وهذا ما حصل فعلا على مدى 10 سنة. العراق هو في انحطاط مستمر وتدمير مستمر وجرائم وقعت العراقيين كبيرة جدا، وصلت إلى جرائم حرب ضد الإنسانية، ووصل العراقيون أخيرا إلى أن الانتخابات لا يمكن أن تكون حل لمشاكل العراق، وإنما هي مشكلة أساسية للاستمرار الفساد والتدمير في العراق. ولهذا نجد حملات كبيرة من أجل مقاطعة هذه الانتخابات دعا إليها الشارع العراقي والمجتمع العراقي. في ظل هذا الجو المسموم وحالة التلاسن والفضائح في ظل عدم وجود برامج أو رؤى حقيقية تقدمها هذه الأحزاب الموجودة اليوم على أرض الواقع في العراق، هل تعتقدون أن المواطن العراقي سيقبل على التصويت أو المشاركة في هذه الانتخابات برأيكم؟ كل المؤشرات وكل التصريحات وكل المواقف من الشارع العراقي
أن هناك عزوفا كبيرا عن المشاركة في هذه الانتخابات، وهناك وحتى الحكومة والمفوضية مفوضية الانتخابات تقر بأن هناك عزوف كبير جدا على الانتخابات، وسيكون العزوف أكبر مما كان من انتخابات 2018 التي لم تتجاوز ولم تصل حتى إلى 18%. ولذلك نجد أن هناك وسائل رخيصة استخدمتها الحكومة ومفوضية الانتخابات من أجل محاولة دفع الناس إلى المشاركة في الانتخابات، ولذلك هم مفوضية الانتخابات قدمت رصيد 10,000 بقيمة 10,000 لكل من يستلم بطاقة الناخب، وهناك ممارسات تعسفية وإرهابية تمارس الآن على الشعب العراقي من أجل أن يدخل في الانتخابات وأن يستلم بطاقة الناخب كما فعلت منظمة البككة حزب العمال الكردستاني، مع أنه حزب ليس عراقي وأنه مجموعة ليس عراقية وإنما هي يعني تركية تتخذ من منطقة سنجار وملاذا لها ومقرا لها وتتحكم بمنطقة سنجار وتجبر الناخبين على استلام بطاقتهم، ثم بعد ذلك تأمرهم على يوم الانتخاب تجبرهم على أن ينتخبوا أشخاص معينين يتبعون لميليشيات معينة تدعم هذه الميليشيات. وأيضا هناك أمور أخرى كثيرة تجري في هذا الإطار من أجل دفع الناس، ولذلك حتى مفوضية الانتخابات قامت بإجراء يعني غريب جدا عندما جعلت النسبة، نسبة المشاركة في الانتخابات ليس نسبة من يحق لهم الانتخاب، وإنما نسبة المشاركة ستقدرها على من يستلم بطاقة الناخب، وهذه مشكلة كبيرة جدا، بمعنى أن هناك عزوف كبير وتحاول الحكومة ومفوضية الانتخابات أن تتستر على هذا العزوف ومقاطعة الانتخابات بمعيار جديد غريب جدا، وهو احتساب نسبة المشاركة باعتبار من استلم بطاقة وليس نسبة من يحق لهم المشاركة في الانتخابات. طيب، في ظل هذا الجو من الترهيب والترغيب واستخدام مؤسسات الدولة لخدمة بعض الأحزاب، هل لا زالت هيئة علماء المسلمين على موقفها من الانتخابات المرتقبة والعملية السياسية برمتها؟ نعم، هيئة علماء المسلمين ثابتة على مبدئها وموقفها من الانتخابات، وأيضا من مجمل العملية السياسية، بأن العملية السياسية لن تأتي بجديد وإنما ستكون عامل أساسي في هدم المجتمع العراقي وتدمير العراق اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، ولكنها لم تدعو مباشرة الشعب العراقي لأن يقاطع، وإنما هيئة علماء المسلمين واجبها وهي تقوم بهذا الواجب. شكرا للدكتور ثامر الألواني، مقرر قسم القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.